أمهات تسأل جمع من الأسئلة، في أحدها تقول: ما حكم قص الشعر من الأمام للمرأة تزينا بالزوج وهو ما يعرف بالقصة، وقصها ليس على نحو يشبه الكافرات؟ جزاكم الله خيرا. قص المرأة لشعر رأسها فيه تفصيل، إذا كان من أجل الحاجة كان يكون الشعر ثقيلا وطويلا وهي تعجز عن القيام بإصلاحه ومعونته فلا بأس بتخفيفه، كما فعلت أزواج النبي أو بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. أما إذا كان القص لا من أجل الحاجة وإنما من أجل التزين فهذا لا يجوز، لأن الزينة في بقائه، وأما قصه فإنه تشويه وإزالة لجمال المرأة، ولم يكن هذا معروفا إلا لما جاءت الموضات الجديدة والتقليد الأعمى للنساء الأجنبيات، وما يشاهدنا في مجلات الأزياء ومجلات الموضات، أو ما يشاهدنا في المسلسلات في التلفزيون، فصرنا يقلدن هؤلاء النساء. فقصه من غير حاجة، أولا أنه إزالة لجمال المرأة، وثانيا أنه لا يخلو من التشبه، وثالثا أن فيه أيضا شبه من القزع الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. القزع معناه أخذ بعض شعر الرأس وترك البعض الآخر. نعم.